مع اقتراب فصل الشتاء بيستمر قلق السكان المجاورين لمنطقة سيل الأزرقاء من خطر مداهمة المياه لمنازلهم وممتلكاتهم تكراراً لما شهدوه في السنوات الماضية. الأهالي يناشدون الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة اللي تؤرقهم في كل عام. بنستمع إلى آراء المواطنين، لكن بداية نرحب بالمهندس عواد العموش وهو مساعد رئيس البلدية لشؤون المناطق في بلدية الزرقاء. كل الاحترام أستاذنا. نعم مهندس، استمع معنا لهذه الآراء حتى نعود ونعلق عليها سويا. احنا من 83 ساكنين هون بنعاني من مشكلة هذا السيل فيضانه كل سنة في موسم الشتاء، اقسم بالله بنكون حاطين ايدنا على قلوبنا. اكم مرة فات وجرف لنا البيت وجرف العفش، مش بس انا، اغلب الجيران. هذا السيل مأساة بالنسبة لنا، كتير ركضنا على البلدية من أيام المومني وقبل المومني وأيام الشيخ اللي هو كان رئيس بلدية. الحل الوحيد عندهم بيجوا قبل موسم الشتاء، زي قبل أسبوعين ثلاثة أجت الجرافة جرفت التراب، زيك أي تراب مكوم، كل سنة بجرفوه على يمين السيل، لكن ما بيحلوا المشكلة. لا، مشكلة هذا السيل الفئران، الجرادين، القارص بالصيف، اقسم بالله العظيم انه بعض الاحيان نصحى على العرس بتنط فوقنا، اقسم بالله اني ما ببالغ. ما بعرف شو الحل اللي لازم، الحل لازم يعملوا جدار استنادي له زي بعض السيول في عمان. ما في امكانيات عندهم. عمي هذا لما كانت الامطار تكون كبيره كثير ويكون في مجرى السيل جاي من جهه السخنه باتجاه الزرقاء، كان يفيض يوصل الفيضان فيه لطريق الاوتوستراد، والفترات هاي انت شايف يعني مطر ما في، والسيل بده شغل، بده تنظيف. عم السيل يرجع يتنظف عشان يصير مساره مزبوط. السيل مش من هون مبين، كمان لسه لورا في طمام وفي وسخ وفي، انا بشتغل في الشوارع ورا السيل وقدام السيل ودائما بتفرج عليه. هذا السيل طبعا بالشتاء بفيض، بخش على دور الناس، بخرب غرف النوم، سور استنادي بهده، طفل بقع بيموت، بروح ما حدش بيقول له وين انت، عدا عن مكره الصحيه لو انك تصور وتشوف شو في تحت اشي بقشر له الابدان، لا سائل ولا مسؤول ولا في اي اشي، يعني يعتبر السيل للم للهمل والزعران وللضحايا وللزباله. وعدا عن هيك لما تشتي بدل ما هي خير 90% من المواطنين هون بتضرروا. إذا نعود مرة أخرى المهندس عواد العموش مساعد الرئيس لشؤون المناطق في بلدية الزرقاء، تعليقك على ما سمعته أستاذ. أول شيء مساء الخير عليك وعلى مستمعينك الكرام وعلى الأخبار اللي طلعوا التعليقات. يعني ما بدي أقول، بدي أقول أنها غير دقيقة. نعم. أنه إحنا فعلياً من شهر 8 بلشنا التجريف وتوسيع مجرى السيل. وهذا هو الحل الوحيد اللي ممكن ينعمل، انه احنا نوسع مجرى السيل. وفعلا احنا انهينا مجرى السيل من حدود بلديه الزرقاء من جهه الرصيفه ومن الجهه الشرقيه لحدود بلديه الهاشميه. احنا الان مستعدين يعني بالنسبه لمجرى السيل تم تجريفه وتوسيعه وتم عمل سواسر ترابيه بارتفاعات عاليه في المناطق اللي تحتاج لسواسر ترابيه، وكله يعني حمايه للمواطنين، لانه فعلا في منازل هي يعني اوطى من منسوب السيل. نعم. وبالتالي احنا نضطر نعمل سواسر ترابيه بينها وبين مجرى السيل. بالنسبه لحملات الرش والنظافه، احنا يعني عملنا حملات على كل مجرى السيل كمان ايضا، وحملات رش وحملات مكافحه على القوارض بالاضافه الى القيادة الضالة. والحملات والان الحملات مستمره، هاي الحملات ما بتنتهي على طول السنه. يعني مهندس الان نعم احنا مستعدين ان شاء الله تم تجريف كامل تعميق وتوسيع مجرى السيل في حدودنا كامله. نعم. وفيما يخص النظافة ويعني هناك بعض المواطنين كانوا يشكون بأن هناك مكره صحية في السيل نفسه. صحيح، مش بكامل السيل. الان خلينا نحكي مين اللي بيوسخ السيل، هم المجاورين، هم اللي يعني ما بيجيهم واحد من حي ثاني يدير نفاياته بالسيل. هم اللي بيحطوا نفاياتهم بالسيل، وبالتالي احنا
ايضا حملات النظافه مستمره على مجرى السير، مستمره مع ذلك مستمره. يعني بهاي الحاله كمان مهندس ممكن يكون في عقوبات، يعني ما ان كانت هناك حملات نظافه مستمره ويعني هناك بعض الاشخاص المخالفين اللي عم بلوثوا هذا السيل، ان يكون هناك تنسيق بين البلديه والجهات المعنيه ليكون هناك عقوبات رادعه. والله شفتي فيه، يعني احنا يعني اي واحد يلقي مخلفات في مجرى السيل المهم انه يعني الناس يشوفوا مشان انه نتخذ عقوبه حقه. برضه كمان يعني اخواننا في شرطه البيئه عندهم دوريات مستمره على مجرى السيل وقاعدين يعملوا يعني مخالفات لناس وعقوبات. نعم اذا تحدثت ايضا حضرتك فيما يخص موضوع الرش الفئران في فصل الشتاء، هل يعني نحن بدنا نحكي للمواطنين انه المرحله الجايه قد يكون هناك امطار؟ بدنا نحكي في موضوعين، الموضوع الاول موضوع النظافه سيتم حلها بشكل يعني جذري وايضا انتم تعملون بشكل دوري على ذلك، من ناحيه ايضا منسوب المياه مع وجود امطار كثيفه ان شاء الله في الايام القادمه، ماذا تقولون للمواطن لكي تحموهم من فيضان السيل والتاثير على ممتلكاتهم ومنازلهم؟ نعم ستي، يعني احنا بالنسبه لموضوع النظافه احنا نتامل انه المواطنين يتساعدوا مع البلديه، يعني البلديه ما بتقدر تنظف يومي مجرى السيل كامل. بس انا اذا نظفت مجرى السيل هو لا يوصله او جاره او حتى هو اذا قريب من المجرى اذا شاف اي جلاب اي اليه بتهدد نفايات السيل كانوا يتعاون معنا يمرق لنا رقم السياره واحنا بنتخذ الاجراء اللازم. بالنسبه يعني التحريرات بحياه الفيضانات ان شاء الله وربنا ان شاء الله انه يجيب لنا امطار خير وبركه وما يتضرر فيها انسان. احنا يعني سبق انه كان يجي السيل باوقات مش معروفه، يعني مره قبل 4 سنوات اجى بشهر 7 بشهر 6 وكان المواطنين صافين سياراتهم بمجرى السيل. فانا اتمنى انهم يعني الانتباه بحاله الامطار بوجود امطار، الابتعاد عن مجال السيول، ابعاد اطفالهم عن مجال السيول، ما في داعي انه يجي الطفل يوقف على جنب السيل ويتفرج لانه ممكن يصير عنده دوخه وصار عندها قبل هالمره حوادث كثير من النوع. وبالتالي هو وقع في مجرى السيل وراح مع المجرى. مهندس في البداية أنت ذكرت بأن هناك توسيع لمجرى السيل، هل هذا يلغي فكرة أنه من الممكن أن يتم تركيب جدران استنادية أو جدار استنادي كبير؟ صحيح، يعني هو موضوع سقف السيل أو جدران على السيل موضوع مطروح للبلدية وإن شاء الله يعني خلال السنتين القادمات في خطة عند المجلس البلدي للبدء على مراحل. تعرف هذا موضوع مكلف جدا والبلديات وراح المادي لا يسمح انه يعني هذا الموضوع مره واحده، ولكن ممكن يكون على مراحل. وفعليا يعني انه عطوفه رئيس البلديه يعني حط بالخطه للسنتين القادمات انه يصير في جدران استناديه لاجزاء من سير الزلزال. كل الشكر لمساعده رئيس لشؤون المناطق في بلديه الزرقاء المهندس عواد العموش.